اتحاد الكرة ينفي ارتباط بوليغوين بمفاوضات مع الوحدة الإماراتي. منتخب القدم الشاطئية بين تجربة إسبانية أو روسية قبل التوجه للبرتغال. ونهائي درع الوزارة لكرة اليد بين أهل سداب ومسقط يوم الأربعاء القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرتنا الرياضية وجولة لأهم الأحداث الجارية على الساحة المحلية والعالمية. لا زالت توابع هزة مفاوضات نادي الوحدة الإماراتي مع المدرب بوليغوين تعاود صداها في أروقة الصحافة والإعلام المحلية وتحرك الحالة الساكنة في الاتحاد الكرة. بعد أن فجرت وكالة الأنباء الفرنسية الساحة المحلية بنشرها أنباء اقتراب المدرب بوليغوين من نادي الوحدة الإماراتية وما تبع ذلك من تناقل الخبر عبر صفحات الصحف المحلية والعربية وما أثاره الأمر من جدل واسع، أدخل اتحاد الكرة في حرب كلامية مع الإعلام والجماهير التي ترقب الوضع بنوع من التوجس والحذر. اتحاد الكرة الذي لام الجميع على نشر المعلومات غير الموثوقة تأخر كثيرا في الخروج بنفي أو تأكيد لخبر رحيل المدرب للنادي الإماراتي، ليأتي الخبر اليقين بالأمس على صفحة الاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي تويتر التي أكد فيها أن الاتحاد العماني لكرة القدم ينفي إشاعة توقيع المدرب بوليغوين عقدا مع أحد الأندية الخليجية مؤكدا بقاءه على رأس عمله وفق العقد المبرم معه، مما يعني بأن بوليغوين والذي على ما يبدو بات مثل العظم في بلعوم الاتحاد بسبب الشرط الجزائي الذي يربط الطرفين حتى العام 2016 والذي يعطل كل محاولة لفسخ عقد المدرب بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالاتحاد. ومهما يكن فإن بوليغوين بات واقعا لا بد من التعايش معه، وسواء كنت مع أو ضد بقائه فإنه مستمر مع الأحمر حتى العام 2016، ووقتها ستكون الكثير من التفاصيل قد اتضحت في مسيرة الأحمر بالتصفية الآسيوية المزدوجة والتي بدأها بالفوز على الهند بهدفين لهدف ويستكمل باقي مراحلها في الثالث والثامن من سبتمبر أمام تركمانستان وغوام على التوالي. ومهما يكن فإن الأمر لابد أن ينتهي ولا مجال لمهاترات وحرب كلامية وإعلامية تذهب ضحيتها أحلام روسيا 2018 والإمارات 2019 أدراج الرياح. يختتم المنتخب الأولمبي معسكره الداخلي غدا وذلك بعد تجمعه الأول بعد المشاركة الآسيوية التي أقيمت منافساتها في مسقط، ويستعد المنتخب للمشاركة في بطولة منتخبات التعاون التي ستقام في الفترة من 10 إلى 20 أغسطس القادم بالعاصمة القطرية الدوحة، وبطولة غرب آسيا التي تحتضنها الدوحة أيضا في الفترة من 3 إلى 14 أكتوبر القادم. وسيلعب مساء اليوم مباراة ودية مع المنتخب الوطني العسكري. يذكر أن المنتخب الأولمبي سيعود للتجمع في 26 من الشهر الحالي، ويتوقع أن يركز المدرب حمد العزاني على الجوانب الخططية والتأهيلية البدنية والنفسية للاعبين.
يقيم منتخب الشاطئية معسكره الرابع اليوم استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في البرتغال في يوليو القادم، ويلعب المنتخب في المجموعة التي تضم كل من إيطاليا وكوستاريكا وسويسرا، حيث تضم القائمة كل من هيثم حارب ومحمود الخضوري ويحيى العريمي ومنذر العريمي وخالد الراجحي وجلال السناني وعبد الله الصوتي وعبد الله البلوشي ويعقوب العلوي وخالد العريمي وغيث العلوي وهان الضابط ومحمد البوسعيدي وفيصل مبارك الناصري. وسوف ينضم إسحاق الماس القاسمي إلى القائمة، وينتظر المنتخب ردا من المنتخب الإسباني والروسي لإجراء تجارب ودية في مسقط بعد أن تم إلغاء المعسكر الخارجي الذي كان مقررا في إسبانيا قبيل انطلاق المونديال. والاتصالات ما زالت جارية لإيجاد بدائل سواء كان معسكرا خارجيا في دولة أخرى أو مخاطبة أكثر من منتخب. اختتمت بالأمس منافسات دور المربع الذهبي لدرع الوزارة لكرة اليد، وأسفرت عن تأهل أهل سداب ومسقط للنهائي بعد تغلبهما على السيب ومجيس اللذان توجها لخوض المباراة الترتيبية للمركزين الثالث والرابع. بعد تأجيل المباريات من يوم الخميس الفائت، انطلقت مساء أمس منافسات المربع الذهبي لدرع الوزارة لكرة اليد. فعلى الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وبالتحديد في الساعة 5 مساء، انطلق ديربي العاصمة الكبير بين الغريمين أهل سداب والسيب، واستطاع أهل سداب فك الارتباط في مباراة كبيرة مع السيب ب 27 مقابل 20. وبالرغم من الندية الكبيرة طوال فترة المباراة، إلا أن الغلبة في النهاية دانت لأهل سداب بحكم فارق الخبرة والتجربة للاعبيه على حساب لاعبي السيب. وفي الساعة 7 كان مسقط على موعد مع مجيس في مباراة كانت على الورق ترجح كفة مسقط على حساب مجيس، إلا أن مجيس صعب المهمة كثيرا على مسقط، وتبادل الفريقين السيطرة طوال شوطي المباراة، ولكن خبرة مسقط في هكذا مناسبات جعلته ينهي المباراة ب 31 مقابل 24 لمجيس، ليتأهل لملاقاة جاره أهل سداب في النهائي، في حين سيكون مجيس على موعد مع مباراة المركزين الثالث والرابع مع السيب. سيكون عشاق كرة اليد يوم الأربعاء القادم على موعد مع مباراة المركزين الثالث والرابع في الساعة 4 مساء بين السيب ومجيس، في حين ستمتلئ مدرجات الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بجماهير مسقط وأهل سداب في موعد النهائي الكبير بينهما في الساعة 6 مساء. حفل الختام سيكون تحت رعاية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للمواني والشؤون البحرية، والترقب كبير لما سيكون من تفاصيل النهائي الكبير في ختام موسم حافل لكرة اليد. ومن الأخبار المحلية إلى الساحة العالمية وإلى أبرز العناوين. البرازيل تبحث عن نفسها أمام البيرو بعد فضيلة ألمانيا في المونديال. لاعبو الأرجنتين يظهرون حالة من عدم الرضا بعد التعادل مع البرغواي. ولويس فيليب سكولاري يبدأ مغامرته الصينية.
نبدأ أخبار نشرتنا العالمية مع استعدادات منتخب البرازيل للمباراة المنتظرة مع البيرو في بطولة كوبا أمريكا 2015 في تشيلي، حيث يسعى السيليساو لمحو الهزيمة الكبيرة أمام المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 343 يوما مرت على الهزيمة التاريخية التي لحقت بالمنتخب البرازيلي أمام ألمانيا في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. فالسيليساو بعد النتيجة الكارثية بسبعة أهداف لهدف على أرضها وبين جماهيرها أصبحت مطالبة بإرضاء محبيها والعودة بسمعة الكرة البرازيلية لما كانت عليه. فمن كان يملك بيلي وسقراط وروماري ورونالدو لا يليق به أن يستقبل هكذا أهداف حتى لو تبدلت أجياله وتغيرت مسمياتهم. فالبرازيل عودتنا دائما وأبدا أن تكون مرشحة وبقوة في كل البطولات التي تخوضها، وها هي اليوم تسعى لمحو الذاكرة السوداء بشق طريق الانتصار على حساب منتخب البيرو في بطولة كوبا أمريكا 2015 بتشيلي. فملعب جيرمان بيكر الواقع في مدينة تيموكو تشيلية سيكون مسرحا للمباراة المنتظرة والمرتقبة بين البرازيل والبيرو. فالبرازيل صاحبة التتويج بثمانية مرات في المسابقة تسعى لتحقيق البطولة التاسعة في تاريخها. وأما البيرو فحصلت على البطولة مرتين فقط، ولكن هذا لا يمنع البيرو من رسم طموحات تجعلها الحصان الأسود في البطولة. فرئيس البيرو أولناتا هومالا طالب بنفسه لاعبي منتخب بلاده بأن يتحلوا بالانضباط والالتزام خلال استعداداتهم لبدء مسيرتهم في بطولة كوبا أمريكا، فحرص الرؤساء على الإنجاز يجعل الحافز واردا ويجعل المهمة أكثر صعوبة على المنتخبات المنافسة. وأما البرازيل فإنها تعول على النجم الكبير نيمار دا سيلفا، نجم سطع بشكل لافت وحقق ثلاثية مع ناديه برشلونة هذا الموسم، بل نال جائزة الهداف للبطولة الأغلى على المستوى الأوروبي بإحرازه 10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا. فهل سيتمكن السيليساو من إرضاء جماهيره والانتصار على البيرو، أم ستكون للبيرو كلمة أخرى ليجعل مستقبل أبناء دونغا في غموض مستمر؟ مع بطولة كوبا أمريكا 2015 بتشيلي، حيث تعادل المنتخب الأرجنتيني مع البرغواي بهدفين لهدفين في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، تعادل الأرجنتين مع البرغواي ترك الكثير من الحيرة بعد أن كانت الأرجنتين مرشحة لنيل البطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخها. نعم، سيطرنا على اللعب في الشوط الأول وخلقنا الكثير من الفرص، وفي الشوط الثاني ضغط منتخب البرغواي علينا ولكن انتهت المباراة بالتعادل. عندما تغير ترتيب لعب البرغواي تأثر أداؤنا وأصبحنا نواجه صعوبة في الاستحواذ على الكرة في الوسط، ومن ثم فقدنا السيطرة على مجرى اللعب. من المتوقع أن تكون مباراة صعبة ضد البرغواي لأنهم عادوا بقوة في الشوط الثاني. أحسننا الأداء بشكل عام والآن علينا التركيز بالمباريات القادمة. ظنوا أننا كنا متراجعين للدفاع في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني قرر المدرب تغيير الترتيب ما حسن أداؤنا لأننا استطعنا السيطرة على الكرة أكثر وتشويش مجرى لعب الأرجنتين. يتطلع المنتخب الإنجليزي لمواصلة انطلاقته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2016 بتحقيق فوزه السادس على التوالي، عندما يحل ضيفا على نظيره السلوفيني في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الخامسة، حيث سيكون المنتخب الإنجليزي أمام امتحان صعب في لوبيانا عندما يواجه المنتخب السلوفيني في تصفيات كأس أوروبا. فالمنتخب الإنجليزي يحتل المجموعة الخامسة بخمسة انتصارات من خمس مباريات وتلقى هدفا وحيدا فقط، أما المنتخب السلوفيني فقد حقق ثلاث انتصارات خلال آخر أربع مباريات له بالتصفيات، وكانت الهزيمة الوحيدة أمام إنجلترا بهدف لثلاثة. common practice that good players get booed by
opposing fans, so I don't find that. خاض المدرب البرازيلي لويس فيليب سكولاري المدير الفني السابق لمنتخب بلاده أول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد غوانزو إيفرغراند الصيني. هذا وكان النادي الصيني قد أعلن التعاقد مع سكولاري صاحب الخمس وستون عاما الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أكد فيه إقالة الإيطالي فابيو كانافارو من منصبه كمدير فني للفريق. وتعد هذه التجربة الخامسة التي يقوم فيها سكولاري بتدريب فرق في القارة الآسيوية، بعد أن قاد من قبل أندية في السعودية واليابان وأوزباكستان والكويت. جدير بالذكر أن غوانزو إيفرغراند يتصدر ترتيب الدوري الصيني لكرة القدم. وإلى بطولة هاريسون المفتوحة للغولف، ومن مدينة هاريسون الأمريكية، حيث تصدرت الكورية إنبي بارك الترتيب العام للبطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل بعد أن سجلت 7 ضربات تحت المعدل، بينما ذهب المركز الثاني للكورية سيبيون كيم برصيد إجمالي 12 ضربة تحت المعدل. وتشارك المركز الثالث الكندية بروك هندرسون والنرويجية سوزان بيترسون والأسترالية كاري ويب برصيد إجمالي 8 ضربات تحت المعدل. حافظ الأسترالي هايدن بادون على مركزه في صدارة رالي إيطاليا ليعزز من فرصه في الفوز بلقبه الأول في بطولة الرالي العالمية، حيث بدأ بادون يومه متقدما بفارق 8.8 ثواني عن صاحب المركز الثاني الفرنسي سبيستيان أوجبي بطل العالم ومتصدر الترتيب العام للبطولة في الموسم الحالي. وحل سائق سيارة هونداي الأسترالي ثانيا مرتين وثالثا مرتين ليوسع الفارق بينه وبين أوجيه إلى 9.3 ثواني بنهاية المرحلة الخامسة عشر. بهذا الخبر نختتم نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. اتحاد الكرة ينفي ارتباط بوليغوين بمفاوضات مع الوحدة الإماراتية. نهائي درع الوزارة لكرة اليد بين أهل سداب ومسقط يوم الأربعاء القادم. وعالميا البرازيل تبحث عن نفسها أمام البيرو بعد فضيحة ألمانيا في المونديال. ولاعبو الأرجنتين يظهرون حالة من عدم الرضا بعد التعادل مع البرغواي. يمكنكم متابعة نشرتنا وبرامجنا الرياضية على صفحات عمان الرياضية الظاهرة أمامكم على الشاشة. شكرا لكم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.